عن الاحتمال وطول الباب. الاحتمال وطول الباب. طبعا القلب الواسع يحتمل كل شيء، والقلب الضيق يتضيق من اي شيء. يعني اي اساءة يخليه يتضايق وما يقدرش يحتملها. مش بس اي اساءة، اي عدم اكرام ليه او عدم احترام. يعني كان ينتظر نوع من الاكرام او الاحترام ما جالوش، ما يحتملش ويتعب. او اي عتاب يوجه اليه جايز لا يحتمله، اذا كان العتاب يشير الى شيء من الغلط بالنسبة له، هو مش عايز ينسب اليه غلط. بل اي نصيحة توجه اليه اذا عرف ان هذه النصيحة تحمل معالجة خطأ فيه او عيب فيه، يتعب. هو مش عايز يبقى له عيب او خطأ، ده ما يحتملش ابدا. او في واحد يتضايق يقول الناس مش قادرة تفهمني. الناس ايه؟ مش قادرة تفهمني. او ان مفيش تجاوب بينه وبين الناس. انت يا اخي تتعامل مع مجتمع متعدد العقليات ومتعدد الطباع، مش معقول الكل هيكونوا على مزاجك، فلا بد ان تقابل اشخاصا يختلفون معك فكرا او طبعا او اسلوبا. فما تتضايقش، المجتمع لازم كده. انت عايز كل الناس من نوعك. وليس كل مجتمع مثاليا، ولو افترضت المثالية في كل مجتمع تعيش فيه هتعيش تعبان. لو كان المجتمع كله مثالي يبقى احنا في السماء بقى مش في الارض. احنا لازم نتعامل مع الناس حسب طبائعهم ونحتمل طبائعهم، زي ما انت بتتعامل مثلا مع شهر انشير. شهر انشير شهر الزعبيط، وفيه رياح وفيه رمال وفيه حاجات كتير. تقول لا لازم يتغير انشير، تغيره انت على مزاجك. ده في ناس ينبسطوا جدا من انشير، لان فيما توجد الرياح يخلي الشجرة اللي مزروعة جديدة تثبت جذورها في الارض وتتمسك بيها فتمشي تماما. نحن نتعامل مع شهر انشير ونتعامل مع شهر مطير وما بتضايقش. لو اتضايقت يبقى عايز كل حاجة تمشي على مزاجك، وده مش معقول. في واحد ايضا يتضايق من التجارب ولا يحتمل،
بينما المفروض تمر عليه تجربة يقول مصيرها تنتهي وكلها للخير وربنا لابد هيتدخل وهتتحل الى عايز اقول ان اكتر واحد احتمل هو ربنا. اكتر واحد احتمل هو ربنا. ربنا مش بس قيل عنه انه احتمل ظلم الاشرار. لا ده ايضا احتمل ضعف الابرار. احتمل انكار بطرس. واحتمل شك توما. واحتمل هروب التلاميذ ساعة القبض عليه. وما زال يحتمل البشرية من اول نشأتها الى اخر الدهور. ربنا احتمل الذين نادوا بالإلحاد وقالوا ما فيش إله. واحتمل الشيوعيين 70 سنة يقولوا ما فيش ربنا لغاية لما رجعوا ربنا تاني. واحتمل الوجوديين اللي كانوا يقولوا من الخير إن الله لا يوجد لكي يوجد نحن. واللي كانوا بيتريقوا على ربنا يقولوا السماء دي وجدت لربنا وللعصافير. الكلام ده ربنا ساكت عليكم. وربنا احتمل الخطاة في كل وقت. يعني احتمل الملحدين والشيوعيين والوجوديين في وقت من الاوقات. ايليا النبي جاله قائد 50 وقال له الملك بيقول لك انزل وتعال قبل الملك. قال له ان كنت انا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتطلع. يعني ايليا ما احتملهاش لكن ربنا احتمل. ربنا احتمل الخطاة. ومش بس احتمل الخطاة ده بيقول عنه المزمور لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. لأنه مثل ارتفاع السماوات على الأرض قوية رحمته على خائفيه كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. ربنا احتمل خطية داود وغفر له ومدحه بعد موته. لكن مش معنى كده ان الواحد يستغل احتمال الله ويزودها. لأن ربنا بيحتمل ويطول أماته على اعتبار أن هذا يقود إلى التوبة. ربنا أيضا احتمل ألفاظ شديدة وجهت إليه من رجاله الأتقياء. يعني إبراهيم قبل الآباء لما جاء يتشفع في السدوم قال لربنا قال له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا؟ أتهلك البر مع الأثيم فيكون البر كالأثيم؟ حاشا يا رب إنك تعمل كده. ده إحنا جايز ما نحتملش واحد يقول لنا كلمتين زي دول. احتمل موسى فيما يتشفع في الناس وقال له ارجع يا رب ارحمه وغضبك وانت مع الشر.
الجديد عايز يستفتحنا، يقولوا اخرجهم من مصر وضعهم البرية عشان يهلكهم هناك. ارجع استمع ورجع. ربنا ايام احتمل كلام شديد صدر من اولاده، وايوب في عتابه معاه قال له احسن عندك ان تظلم؟ عارف ان انا بار وبتضطهدني. ربنا ياما احتمل، ياما احتمل وما زال بيحتمل. واحتمل الذين عبدوا العجل الذهبي وكمل المسيرة معهم. واحتمل شعبه اللي قال عليه ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي. احتمل الشعب اللي قال عنه مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم. لما دام معاود معاند ومقاوم مخدتش اجراء ليه؟ لا انا لسه بمد ايدي ليه برضه. جايز ما ينفعش النهارده ينفع بكره، ينفع بعض. ربنا طويل للاناء وبيحتمل. في ناس ما عندهمش احتمال للانتظار، يعني ان طلب طلب لازم الطلب يتعمل دلوقتي وبالحرف بدون تاخير والا بيصرف. ليه؟ بينما ابراهيم قال بالاباء ربنا ادى وعد ان يبقى ليه ناس وصبر عليه 25 سنة، فما تضايقش من الانتظار. والمزمور يقول تقوى وليتشتت قلبك وانتظر الرب. وبيقول في المزمور انتظرت نفس الرب من نحر الصبح حتى الليل، يعني باستمرار. لكن اللي ما عندوش طول بال ما يقدرش ينتظر، ويضغط يضغط يضغط عشان ما عندوش انتظار. عجيب ربنا في تعامله معنا وفي طول باله معانا وفي احتماله لينا. يا ما تعهدنا لله تعهدات ووعدنا لله وعود وما عملناش حاجه، وربنا صابر. وساعه ما بنتعهد هو عارف ان احنا مش هنعمل حاجه، لكن برضه اكتر واحد يمكن حصل مع الحكايه دي فرعون. ربنا احتمله في التحضر للناس. احتمله في التحضر للناس. واخيرا ابتدى الضربات يضربوا ضربه يقول لا، يجيب موسى وهارون ويقول لهم صلوا عني ان ربنا يرفع عني ضربة الجراد وانا امشي عال العال، فيرفع عنه ضربة الجراد ويرجع كما كان. وربنا عارف دي قبل ما يقولها. طيب خلي ربنا يرفع عني ضربة البعوض وانا ابقى خلاص. يرفع ربنا عنه البعوض يرجع كما كان، يرفع عني ضربة الذباب. على فكرة الذباب اللي عندنا ده من أيام فرعون، ضربة من الضربات العشرة
ضربة الزبادة. يعني الظاهر لما صلوا عنه ورفعوا عنه الزباب راح الزباب وساب اليرقات بتاعته مع الشيشة لحد دلوقتي. انهاو احنا بنعرف القصة دي ان فرعون اتعهد وربنا رفع عنه الضربة فرجع في كلامه. لكن ايه رأيكم في ربنا؟ كان عارف ان فرعون هيرجع في كلامه قبل ما يرجع، عارف، ومع ذلك خده على حاضر وارفع عنك الضربة دي. ما فيش قلب واسع زي قلب ربنا دي. وياما احنا ننذر لربنا نذرات ولا ننفذها، ونتعهد بتعهدات ولا ننفذها، وربنا ساكت. وفي الشعر يقول ايه؟ كم وعدت الله وعدا حانثا، ليتني من خوف ضعفي لم اعد. وربنا يسمع الوعد الحانث ويمررها. عيال وبكره يكبروا ويبطلوا اللي هم فيه. يا قلبك واقف يا رب صحيح. ونتعهد من نفسي والله لا يخجلنا ولا يكشفنا ولا يذكرنا بان احنا ما بننفسي وعضنا، بل بالعكس يقبلنا اليه كان شيئا لم يحدث. العجيب ان ساعات واحد يجي عليه وقت الصلاه ما يصليش. اقول له معلش يا رب ما عنديش وقت اصلي. ما عندكش وقت تصلي؟ شويه اضطراب ده. يقول له ربنا اللي خلقه. يقول له ما عنديش وقت اتكلم معاك. هذا العبد المخلوق يقول لي سيده وربه، ولا مؤاخذة ما عنديش وقت اتكلم معاك. وربنا يقول له طب معلش لما يكون عندك وقت افتكرني. ده كلام مفتاح. لا احنا كبشر ما بنعملش الحاجات دي. ياما ربنا احتمل في البشريه دي وما زال بيحتمل. ولعل اعجب احتمال احتمله الله انه احتمل الشيطان. احتمل ان يبقى الشيطان. كان يقدر من اول مره يفنيه افناها، يحرق وحرق، ومع ذلك ساب. والشيطان قاعد يخرب 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 في الملكوت وربنا محتمله. ده مين يعمل حاجات زي دي؟ ده مش معقول. لا انا فاكر مره من المرات وانا علماني، يعني كان لي زميل في التعليم، فمرة قال لي فلان انا مش قادر احتمله ابدا ابدا ابدا، بيعمل 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 مش قادر احتمله. قلت له طب يا اخي انت مش قادر تحتمله في فترة تزامنكم في الدراسة، امال ربنا قادر يحتمله في حياته كلها ازاي؟ امال ربنا قادر يحتمله ويحتمل امثاله من الناس واللي زيه واللي زي اللي زيه. احتمله زي ما ربنا بيحتملك انت الاخر. وبعدين ربنا يقول مره
لزعماء اليهود المتآمرين عليه: هذه ساعتكم وسلطان الظلام. طب يا رب ليه أخفيت الظلام؟ وليه سمحت أن الظلام يكون له سلطان؟ وليه سمحت أن هذا السلطان يبقى ضدك أنت شخصيا؟ معلش ليهم يوم، أنا أطول بقاله ليهم يوم. بعدين مرة يقول: لسه لأن كأس الأموريين لم يكن كاملا. طب ما تخلص عليهم دلوقتي. لا، نديهم فرصة، نديهم فرصتين، نديهم ثلاثة، نديهم 10 20، لسه كأسهم لم يكن كاملا. ما فيش حد من البشر بيعمل كده أبدا. ربنا مش بس احتمل وعلم أولاده الاحتمال. فواحد زي داوود النبي احتمل شاول الملك بكل مؤامراته وكل مطاردته ليه من مدينة لمدينة ومن برية لبرية. داوود احتمل شاول، وداوود احتمل يؤاب بن سرويه بتاع الجيش، وداوود احتمل شمع بن جيرة اللي قاعد يسب فيه ويشكي. قال: لا، ربنا قال لهذا الانسان سب داوود، انا استاهل. وداوود احتمل ابشالوم ابنه الذي تمرد عليه وخانه، وقال لهم رفقا بالفتى ابشالوم. ولما مات ابشالوم بكى عليه بكاء مؤثرا وقال: يا ابشالوم ابني، يا ابني ابشالوم، يا ليتني مت وغنى عنك. عجيب داود في احتماله. ومش بس احتمل شاول الملك، ده رفاق، رفاق قوي. وقال: اشد من الاسود واخف من النسور. يوسف الصديق احتمل اخواته وعمل معاهم الخير واسكنهم في احسن ارض. موسى النبي كان شديد الاحتمال جدا، وقيل عنه في اعمال 12:3: وكان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على الارض. ولما اخته تقولت عليه وربنا دافع عنه وضرب اخته ضربه تشبع في هذه الاخت اللي تقولت عليه واللي اتكلمت. من كل هذا احب ان اقول لكل واحد فيكم: احتمل. احتمل الناس كما يحتملهم الله، واحتمل الناس كما يحتملك انت الله. لأن بالكل الذي به تكيلون يقال لكم ويزاد. إن كنت تحتمل الناس ربنا يحتملك، ما تحتملش الناس يقول لك طيب، عاملك بنفس الأسلوب. احتملهم بالمحبة، لأن المحبة تحتمل كل شيء. احتملهم بالتواضع، إن أساءوا إليه قل أنا أستاهل وأستحق. احتملهم بالحكمة وحسن التصرف. احتملهم بالصبر. احتملهم بسعة القلب. احتملهم بهدوء الأعصاب. واعرف ان الذي يحتمل الناس يحبه الناس، والذي لا يحتمل الناس ينفر الناس منه. يقول لك: يا عم فلان ده كشري، انا اكلمه كلمتين ياخد على خاطره يرد عليا، يا طول يضل مخسر بعض، خليني
هو حته نفت الناس بينفروا من الشخص الذي لا يحتمل. واذا وجدت شخص بيحتملك ما تزودهاش انت كمان بيحتملك وانت تضغط 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 يصير يتعب لئلا يتحاشاك. وعشان تحتمل للناس وسع قلبك، لا تضع امامك باستمرار كرامتي حقوقي اللي انا عايزه، تعرف انك انت لست في عالم مثالي. ولكي تحتمل الناس لتكن اعصابك هادئه قابل الامور بروحك وليس باعصابك. لا تضطرب ولا تقلق ولا تتضايق ولا تكن سريع الغضب ولا ترد على السيئه بمثلها. اقرأ عن سير القديسين الذين احتملوا وتعلم منهم. اقرأ عن النفوس الكبيرة والقلوب الواسعة واعرف مضار عدم الاحتمال وفوائد الاحتمال. كن جبلا صامدا مهما عصفت به الريح لا تهزه. جبل صامد. وان اساء اليك احد اعرف ان المسيء بيسيء الى نفسه. والشاعر بيقول اذا بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. ودن من طين ودن من عجين، دي فضيلة دي الودن الطين والودن العجين. وتعود ضغط النفس لأنك لو صرت اللي قصادك هيعرف نقطة الضعف التي فيك فجايز يستغلها. لكن اذا ما صرتش ومهما عمل يشعر بانك انت حصن لا ينال. وحينما تحتمل احتمل في رضا وليس في تذمر وليس في ضيق نفس. اتفضلوا مساكين.